فنيا انت خدتني الجوميز ان دي اول ما هو تجربة. انا مش عارف اول تجربة الجوميز الموضوع يبقى ماشي ازاي؟ الراجل هيبان بقى بيلعب بانهي طريقة. ما هو ولكن انت ممكن تستشف كده من رؤيتك تواجد مثلا العدد ده في القائمة من لاعبي خط الوسط. الراجل بيلعب على فكرة بيلعب 4-2-3-1، بيلعب 4-3-3، ما عندهوش بيلعب 4-1-4-1 ساعات. فالراجل ما عندهوش ايه؟ لا بس هي المدرسة البرتغالية، المدرسة اللي هو ايه ما بغيرش، ما عنديش مرونة تكتيكية. يعني هو عنده المرونة، هو اغلب المدربين البرتغاليين بيلعبوا 4-3-3 ده اغلبهم يعني. صحيح. لكن ممكن انت بتغير الطريقة على حسب القماش اللي عندك، والقماش اللي عندنا بتقول ايه 4-2-3-1، واحنا بنقولها كده من سنين. فالقماشة اللي عندنا الامكانيات ومهارات اللعيبه اغلبها او الاحسن عشان تاخد منهم احسن حاجه 4-2-3-1 بالظبط. وانت معاك مدير فني عنده المرونه التكتيكيه، لو اشتغل بالطريقه دي بحاجه كويسه جدا هتلاقي يعني عبد الله السعيد او اوباما او الكلام ده. طبعا ده مش هنقدر نحكم عليه لما نشوف التشكيل. لكن انا عايز اتكلم على حته نادي الاسماعيلي بس. الماتش اللي فات انا اتفرجت طبعا على نادي الاسماعيلي مع سيراميكا بالظبط، كسب 2-1. كسب 2-1 وطبعا مبروك للكابتن ايهاب جلال، انا على المستوى الشخصي انا بحبه يعني. فرقه كويسه، فرقه شابه، كلها عناصر صغيره، بيجروا كتير. ملعب الاسماعيليه مش كبير، صغير. مش كبير، مش زي استاد القاهره يعني ولا كده يعني، صغير شويه، فتلاقي المساحات ضيقه شويه. هم عندهم العنصر الشبابي كتير يعني، اغلبهم صغيرين في السن شويه، بيجروا كتير، لكن عندهم عيب خطير، تمركز. تمركز في الحاله الدفاعيه صعبه جدا. ده بيرجع طبعا عدم الخبرات والعنصر الشباب والحماس والكلام ده كله، لكن هم بيخبطوا كتير.